وفي التاسعة بعد الهجرة في سن 62 كثر دخول الناس في دين الإسلام، وفيها توفيت بنته أم كلثوم. وفي السنة العاشرة في سن 63 مات ابنه إبراهيم وله سنة ونصف، وفيها نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي قواعد دينكم. وفيها اعتمر العمرة الأخيرة وحج حجة الوداع، ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا، فمات بعد شهرين. وفي عامه هذا نزل عليه جبريل بآخر آية، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لم يعش بعدها إلا 21 يوما، فقد مرض ودام مرضه 12 يوما، وتوفي وهو ابن 63 يوم الاثنين. غسله 5 من أصحابه: علي والعباس والفضل وقثم وأسامة، ثم كفنوه بثلاثة أثواب بيض، وأطبقوا عليه 9 لبنات، ودفنوه في الموضع الذي مات فيه حول فراشه عليه أفضل الصلاة والسلام.